السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحاب طركم، كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. اليوم كما كتشوفوا غادي ندير معكم ميني بطبوط بترموميكس، غنديروا كمية كثيرة وغادي اللي غادي نحتاجوه ولا نعمروه، والباقي كنديروه في المجمد وقت ما احتاجينا كنهزو الكمية اللي حنا غادي نحتاجو نعمروها. كنخرجوه غير بواحد نص ساعة كيتطلق وكنعمروه بالحشوه اللي حنا عندنا موجوده. هانتوما غادي تتابعوا معايا كيفاش غادي نحضروا هاد العجينه ديال ميني بطبوط في ترموميكس. تابعوني مع المقادير وكيفيه التحضير. بالنسبه للمقادير كنحتاجو هنايا، عندي هنا جوج معالق كبار من حليب بودره، و 25 غرام من زيت الزيتون، وعندي هنا الملح على حسب الذوق طبعا، وعندي 25 غرام من الخميره الفوريه، وعندي هنا معلقه صغيره من العسل، وعندي هنايا 300 غرام من الفينو، دقيق الفينو، وغادي نضيفو هنا 250 غرام من الدقيق الابيض، وهنا عندي 350 من الماء. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو في هاد العجينه ديال ميني بطبوط. على بركه الله غادي نبداو دابا العجينه في الترموميكس. غادي ناخدو نطلعو الميزان لا بالونس، وغادي نعبرو دقيق الفينو 300 غرام، وغادي نضيفو 250 غرام من الدقيق الابيض. كما كتشوفوا غادي نضيفو كاع العناصر اللي انا ذكرتها لكم مع المقادير. غنضيفو كلشي دقه واحده، وغادي نعبروا الماء ونديرو في بيطخان ونعطيو 5 ديال الدقائق تتعجنا العجينة. وهانتوما معايا، كما كتشوفوا ها هي العجينه وجدات. دابا غادي نديروها باش نقطعوها ونخليوها تخمر. كما كتشوفوا كندير واحد الكميه كثيره ديال الدقيق حيت العجينه عندنا خفيفه باش ما تلصقش، وغادي نحيدها من البول. وهانتوما معايا،
كما كتشوفوا غادي نستمر على هذه الطريقه هذه حتى نكمل كاع الباقي اللي باقي عندي، وانتم معايا حتى الاخر الفيديو. كملت دابا الشكل الدائري، ودابا غادي نديرو شكل اخر اللي هو غنديرهم كاري. بغيتو ديروهم كاري ولا تريانجل، حتى هما كتنوعوا شويه في الشكيلات في الحجم ديال البطبوط. غادي نستمر نكمل دابا هاد العجينه هادي ديال الكاري، وهلا معكم. هاهما دابا خمرو بطبوط، ميني بطبوط ديالنا خمر. كتسخن واحد المقله اللي هي ثقيله ديال خاصه بالمخامر وبالغايف، وراكم عارفينها. ملي كتسخن كنقصوا شويه على العافيه باش ما يمشي يطيبوا مزيان، باش ما يجوش محروقين، وغير كنحطوهم يلاه كي يسخنوا شويه وكنقلبوهم قبل ما يتنفخوا. هذيك الساعات ملي كتقلبوهم باش كيتنفخوا لكم نيشان، كدير لهم يلا غير يعني كتصهدوهم وتقلبوهم بحال هكذا، وكتبقاو تستمروا هكذا كطيبوا بحال هكذا. مقلية كانت كبيره يعني كتطيبوا بكميه كثيره، وانا غادي نستمر على الطيب ديالهم حتى نتلاقاو. كما كتشوفوا هادو هما ميني بطبوط ديالنا، هاد الكميه كثيره تبارك الله، يعني وقت ما احتاجينها كنلقاوهم موجودين. هانتوما معايا دابا غادي نشوفوا الحشوه اللي غادي نديرو فيهم. كما كتشوفوا هنايا عندي بطاطا اللي سلقت دي بتي كارو، وشويه ديال الجلبانه. نتوما تقدروا ديروا اللي بغيتوا يعني في الخضر اللي نتوما كتبغيو. وغادي نزيد الطون اللي هو عندي هنايا الطون، غنزيد عليه الطون. تقدروا اللي ما بغاش الطون ما يديرش الطون، يعني لكم الاختيار في الحشوه. غير هذه كتجي لذيذه وكتجي زوينه، يعني كيبغيوها حتى الوليدات كتعجبهم يعني بالطون هكذا. غادي نضيف عليها الطون، وغادي نضيف كذلك في الحشوه ديالي الكورنيشون تقطعوا طريفات صغار. غير هو انا درت شويه الملحه فاش سلقت بطاطا، يعني ما بقيتش مازال غنزيد الملحه لان كورنيشون مالح. وغادي نضيفوا الزيتون حتى هو غادي يكون شويه مالح، يعني من الاحسن ما نضيفوش، والفرماج حتى هو شويه مالح، يعني من الاحسن ما تزيدوش الملحه. صافي غتكتفيو غير بديك الملحه فاش غتسلق البطاطا. غادي نضيف البيض، بغيتو تحكوه يعني يجي محكوك، ولا تقطعوه هكذا عشوائي طريفات تربيهم هكذا فيه كيجيو باينين. وصافي يعني جوج بيضات. وغادي نضيفو الفرماج غابي، كنضيفو شويه ومن بعد كنزيدو فوق داك ميني بطبوط. غادي ندير غا شويه باش كي يجي معلكه، هاديك لاصالات كتجي معلكه فيه. وغادي نزيد واحد جوج معالق كبار ديال المايونيز، وغادي نزيد الخل قليل من الخل، ونخلطو الخليط. وهذه هي الحشوه هي وجدت. هكذا من بعد ما كيبرد البطبوط ديالنا كنفتحوه وكنعمروهم بهاد الحشوه هادي، وباي حاجه اللي بغيتوها تقدروا ديروا فيهم الجبن الزيتون، اي حشوه اللي نتوما كتفضلوا. وهكذا كنكونوا في الطبله ديال الافطار ديالنا حاطين واحد الطبق اللي هو متنوع وفيه الخضار،
وهادو هما لي ميني بطبوط ديال تاكوميكس. كيجيو في الحقيقه هاد العجينه ديال البطبوط مي كتجي رطبه وكتجي لذيذه وبنينه، يعني كيجيو مفشفشين. غير جربوا هذه الطريقه هذه وانتم نوعوا بالحشوات اللي بغيتوا. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وما تنساوش لي لايك والاشتراك والضغط على الجرس باش يصلكم دائما الجديد ودائما مع فاطمه. سلام الله عليكم.